السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. ترأس الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بساحة الاستقلال في مدينة يطار عاصمة ولاية أدرار حفل رفع العلم الوطني تخليدا للذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. واستعرض عبد العزيز بعض الوحدات العسكرية، كما وشح عددا من الشخصيات المدنية والعسكرية بأوسمة مختلفة. قال الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إنه حرص خلال السنوات الماضية على جعل رؤية الإصلاح شاملة تطال مختلف المجالات من أجل ضمان العيش الكريم للمواطن وتسريع وتيرة التنمية وإرساء الاستقرار. وأضاف عبد العزيز في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني أن موريتانيا وضعت مقاربة أمنية محكمة مكنت من ضبط الحدود وجعل البلد في مأمن من بؤر التوتر والصراعات. اختتمت أمانة التكوين بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل أعمال ملتقى تكويني بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو استمر 3 أيام. وشارك في الملتقى حوالي 200 إطار من أطور الحزب في ولايات الشمال الموريتاني. ويسعى الملتقى إلى تكوين المناضلين على قوانين الحزب ونصوصه التنظيمية، إضافة إلى إطلاعهم على مواقف الحزب من مختلف القضايا السياسية والاجتماعية. تتواصل في العاصمة نواكشوط حملة التوعية بحقوق المستهلك في مجال الاتصال منظمة من طرف الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك. وتقول الجمعية إنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى رصد مظاهر خرق حقوق المستهلك، كما تبحث سبل وآليات الارتقاء بها ودور السلطات المعنية في هذا الإطار. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.